وأخيرا شاومي تطلق هاتفها المنتظر الشاومي مي اي 3 والذي يحوي أندرويد خام. وفيفو تعلن عن هاتف فيفو زي 5 بسعر 230 دولار، ما تتخيل كيف المواصفات. وشركة سامسونج قبل إطلاق النوت 10 تقدم أقوى تابلت من سامسونج. خليكم معي لنشوف الأخبار. السلام عليكم أصدقائي، أنا سيزار، برحب فيكم في قناة سيزار ريفيوز. أهلا وسهلا بالجميع. شركة شاومي تطلق الهاتف اللي بصراحة أنا كثير بنتظره. ليش؟ هذا الهاتف سيحمل عتاد ممتاز جدا، سيكون سعره ممتاز جدا، وراح يكون نظام التشغيل مش واجهة شاومي، حيكون واجهة أندرويد خام اللي أنا بصراحة دائما بشجع عليها. فهذا الهاتف بالنسبة لي هو منتظر، يمكن لكم مش كثير، ولكن نسمع بعض المواصفات. شاشة سوبر أموليد، معالج سناب دراجون جديد 665، لسه ما بنعرف كيف أداءه ولكنه جديد. بطارية 4030 ميلي أمبير مع 3 كاميرات خلفية بسعر يبدأ 230 دولار. شركة فيفو تقدم عتاد ممتاز، وأحيانا السعر بيكون عالي كثير، وبعض الأحيان زي المرة هاي بتقدم عتاد ممتاز مع سعر ممتاز. هذا الفيفو زي 5 يملك معالج سناب دراجون 712، يملك 6 جيجا رام مع 64 جيجا ساعة تخزينية. ومش بس هيك، عدا عن الثلاث كاميرات الخلفية عنده بطارية 4500 ميلي أمبير. ومش بس هيك، شاحن سريع 22.5 واط، والشاشة مش LCD، سوبر أموليد، والسعر في الصين يبدأ 230 دولار. أتمنى 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 شركة فيفو تشرفنا على البلاد العربية وتكون منتشرة في البلاد العربية، لأنه عندها خيارات ممتازة. ولما تكثر هاي الشركات عندنا في الوطن العربي أنا متأكد الأسعار راح تعمل دروب. نحكي عن شركة أسوس، أيضا شركة أسوس مش متواجدة عندنا بالوطن العربي بالقوة هاي، ولكن أتمنى ذلك. عملت تليفون أسوس روغ 2 اللي هو تبع الألعاب، هاتف الألعاب الروغ 2. هذا التليفون هو أقوى تليفون حاليا في العالم، والسعر تبعه يبدأ 530 دولار بغض النظر عن حسب المواصفات. هذا الجهاز حقق في الصين 2.5 مليون طلب مسبق، تخيل. وفي أول بيع رسمي في الصين خلال 73 ثانية باع 10,000 جهاز. شوفوا قديش القوة الشرائية في الصين. حتقول لي عشانهم كثار، صح؟ صحيح، طبيعي البلد كبيرة، ولكن حتى معهم فلوس وعندهم قوة شرائية مش معقولة بصراحة. عشان هيك الصين من أقوى أسواق العالم. وأخيرا سامسونج بتنزل بتابلت قوي رح ينافس الآيباد. هذا التابلت هو الجالكسي تاب S6. ليش؟ لأنه هذا بينزل بمعالج سناب دراجون 855، ورح يكون فيه 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام، وخيارات الساعات التخزينية إما 128 وإما 256، وإذا ما كفاك عندك خيار خاص بالأس دي كارد. والشاشة الضخمة كالعادة 10.5 إنش سوبر أموليد. مدعوم جسم الجهاز بسماعات مصنوعة من AKG تدعم الدولبي أتموس. وفي عنا بطارية 7400 ميلي أمبير مع دعم للأس بن. السعر رح يبدأ ب 650 دولار، فما رأيك بالسعر يا أخي؟ نحكي شوية عن شركة آنر وبعض الأرقام. شركة آنر أعلنت عن الآنر 9X، وهذا الجهاز كان منتظر. أول ما أطلقوه للبيع في الصين في أول يوم تم بيع 300,000 جهاز. طبعا هذا الجهاز منتظر منه أنه يتفوق على الرقم السابق اللي حققه الآنر 8X في الصين. الآنر 8X حقق رقم 10 مليون نسخة انباعت في 173 يوم. فهل تتوقعوا الآنر 9X يتفوق على هذا الرقم؟ أنا بعتقد أنه لأنه السعر أفضل والمواصفات أفضل أكيد. وآخر خبر معنا برضو عن سامسونج مهم للناس اللي اشتروا الجالكسي A70، رح يجي تحديث لهذا الجهاز مهم جداً، هيعطيه وضعية النايت مود، وضعية التصوير بالليل، ورح تحسن أداء الكاميرا ورح ترتفع الجودة بهذا التحديث. حجم التحديث رح يكون 367 ميجا بايت، حجم كبير، ولكن سيأتي للدول يعني حسب ترتيب معين سامسونج بتشوفه، فلذلك ممكن يجي للعراق ما يجي للأردن، فمش كل دول حيأتيها مباشرة، ولكن بالتدريج خلال الأسابيع القادمة. أما أول دولة رح يأتيها التحديث هي الهند، اليوم أعتقد بدأ التحديث شغل. بتمنى تكونوا استفدتوا من الأخبار التقنية. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا اللايك، كومنت وشير لهذا الفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على إنستغرام لمحتوى مختلف
متغير. يعطيكم ألف عافية، بشوفكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.